طبعا اليوم الإمارات هي دولة 11 عالميا في تصدير المنتجات، والدولة 12 عالميا في تصدير الخدمات، وهذه طبعا مشاركات فعالة في الاقتصاد العالمي. والتقرير أيضا يسلط الضوء على فرص التجارة في قارة آسيا، واللي هي طبعا مع شركات في دول مثل الصين والهند اللي فيها فرص كبيرة للتجارة الخارجية. لكن كيف تدعم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الشركات؟ طبعا شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تدعم الشركات الإماراتية في عدة نطاقات. تركيزنا دائما على دعم الشركات المتوسطة والناشئة في تحفيز تجارتهم الخارجية، فإحنا نوفر لهم حلول ائتمان التجارة الخارجية. الشيء الثاني، شركتنا اليوم في الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عندها أكسس لمعلومات مثل ما ذكرت أكثر من 300 مليون شركة عالمية، وعندنا هذه المعلومات نقدر نربط بين المخاطر المختلفة سواء سياسية أو اقتصادية أو تقنية، بالإضافة لشركات البايرز من الباير ريتنج، الكريدت ريتنج لهذه الشركات. الشيء الثالث، عندنا نشتغل مع وكالات الائتمان العالمية من كل مكان في العالم، لأن وكالات الائتمان العالمية كلها تحاول أنها توصل الشركات المحلية للعالمية، فتكون دائما هناك مشاريع عالمية تشتغل على تغطيتها وكالات الائتمان العالمية، وأي مشروع إحنا ندخل فيه كشركة الاتحاد لائتمان الصادرات دائما نحاول أن إحنا ناخذ شركات من الإمارات لتأخذ دور في هذه المشاريع العالمية. ومع المتغيرات التي تطال الاقتصاد العالمي وأيضا بعض التحديات الجيوسياسية، هل رصدتم نوع من أنواع التغيرات على الشركات التي تقدمون الدعم لها؟ تم رصد الفرص مثل ما تعرفين في الأسواق اللي فيها فرص أن التجارة تكبر بشكل كبير، وهذه الأسواق بالتحديد إحنا في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات اللي نركز عليها الهند وتركيا وإندونيسيا. هذه الدول اقتصادها ضخم وفيها فرص مماثلة بين أولويات الاستيراد من هذه الدول لأولويات التصدير في دولة الإمارات، فعندنا فرصة كبيرة أن احنا نربط المصدرين من الإمارات مع مستوردين من هذه الشركات. هذه الثلاث دول اللي احنا نركز عليها اليوم اقتصادات ضخمة، وإذا قدرنا أن احنا نوصل شركاتنا الإماراتية لهم فإحنا بنفتح باب تجاري مباشر مع هذه الدول. طبعا بالنسبة للمخاطر، أكيد كان في مخاطر في عدة دول، عندك في دول لم تقم بالالتزام بالدفع بالنسبة لمشاريع كبيرة كانوا مولينها من شركات كبيرة، لكن الحمد لله احنا اليوم قدرنا أن نضمن فوق 8 مليار درهم للشركات الإماراتية في 112 دولة، وهذا إنجاز نفتخر فيه في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.